ما فيها شيء غلط بأن الإنسان يكون طيب، ولا أظن في أحد بيضايق من الطيبة اليوم. بس تخيل أن احنا في زمن الطيب ساذج وما عنده سالفة. تخيل احنا في ذاك الزمن اللي اليوم الناس قامت تضحك على أي واحد طيب، صارت تستغله أكثر مما قاعدت تفيده، صارت تصعد على ظهره أكثر مما قاعدت تشده، وتحاول بأن هي توقف وياه وتعاونه. الناس اتغيرت، ملامحهم هي هي، واختلفوا